ما هو يعني إذا أردنا أن نعرف المشاهد بمدرسة المنار، ما هي هذه المدرسة؟ ما هي أبرز أفكارها؟ ما هي أبرز أطروحاتها؟ إلى ماذا كانت تدعو؟ نعم سيدي الكريم، هذه المدرسة العريقة والمدرسة ذات الأعلام الكبار وذات الأفكار المهمة والإحيائية والإصلاحية للأمة، يعني لها أفكار تمتد في عدة مجالات، تمتد في المجال العقائدي، في المجال الفقهي، وفي المجال السياسي. أولا، هذه المدرسة تدعو إلى العودة كما تفضلت في المقدمة، إلى العودة إلى القرآن الكريم باعتباره هو المرجعية الكبرى والعظمى لهذه الأمة. فهذه المدرسة تدعو بداية إلى هيمنة القرآن الكريم والاحتكام إلى القرآن الكريم ونبذ كل الخرافات وكل الأحاديث الضعيفة وكل المرويات التي قد تصطدم بناحية أو بأخرى مع القرآن الكريم والكثير من المبتدعات. ففي مجال العقائد تدعو هذه المدرسة إلى نبذ الشركيات التي تواضع عليها كثير من الناس، مثل قضية الغلو في الأموات وفي القبور. وهذه جزئية تتقاطع فيها هذه المدرسة مع المدرسة الوهابية أو المدرسة السلفية. فنجد من البداية السيد جمال الدين الأفغاني رحمه الله يدعو الناس جميعا إلى اللجوء إلى الله تعالى والاستغاثة بالله تعالى، ويقول فيما نقل عنه الشيخ عبد القادر المغربي: لو عرف الناس معنى كلمة التوحيد لما استغاثوا إلا بالله تعالى. فهو ينقم على الناس، منذ بداية دعوته كان ينقم على الناس الغلو في الأموات الذي كان شائعا في ذلك الزمان. ثم جاء محمد عبده وأيضا أكد على هذا المعنى، وكانت له صولات وجولات في مجال محاربة البدع والخرافات، وخصوصا الموالد التي كانت شائعة في مصر في ذلك الزمان. ثم لما جاء السيد رشيد رضا أيضا أكد على هذا المعنى، هذا الجانب العقائدي. طيب، نعم. هذا بالنسبة للجانب العقائدي.